دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده. منها انطلاق اجتماع وزراء السياحه العرب في مقر الامانه العامه لجامعه الدول العربيه. ومنها ايضا ان مكتبه الاسكندريه هتنظم النهارده لقاء لمناقشه مكافحه العنف ضد المراه. ومنها النهارده زي ما كلنا عارفين في مباراه قويه جدا في دور النصف النهائي لكاس العالم ما بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الكرواتي، وعلى اساسها هيتحدد الفائز واللي هيخش بعد كده المباراه النهائيه. تفصيل اكتر خلينا نعرفها في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات اجتماع وزراء السياحة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. بتأتي أهمية الاجتماع في ظل الحاجة لدعم قطاع السياحة في الدول العربية باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في ظل أزمات متواترة بتؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية اجتماع للخبراء بعنوان تكلفة العنف ضد المرأة، تحديات وآليات المواجهة. الاجتماع بيهدف لتسليط الضوء على التكلفة اللي بيتحملها المجتمع المصري والناتجة عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. النهاردة هتشهد سماء مصر والوطن العربي ذروة تساقط شهب التوأميات في منتصف الليل، ودي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية. بالنسبة لماتشات كأس العالم، النهاردة في مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي هتجمع بين الأرجنتين وكرواتيا الساعة 9 بالليل.